يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية، والبداية من القاهرة حيث العظمى فيها 34، الصغرى 21، الإسكندرية 26-18، مطروح 24-16، بورسعيد 34-19، والإسماعيلية 35-19. وننتقل إلى السويس 34-20، العريش 33-18، طابة 31-20، شرم الشيخ 36-25، والغردقة 37-25. أما في الأقصر فالعظمى 40 والصغرى 24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 40-23، شلاتين 36-20، وأخيرا حلايب 34-21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.